بطوله 3 مرات، لكن ما تلاقيش سيناريو زي اللي بيحصل عندنا في افريقيا. ومصر طبعا صاحبه 7 ألقاب في البطوله الافريقيه. لكن الحقيقه يمكن اللي هركز عليه النهارده مع حضراتكم هو منتخب البرتغال. وعلى الرغم من الكره البرتغاليه قدمت على مدار التاريخ الحقيقه تاريخ طويل، نجوم كبار جدا، يعني بدايه طبعا بالاسطوره ايزيبيو. انا ما شفتوش لكن الكلام عنه انه كان واحد من اساطير الكره في العالم كله. عندنا طبعا في الاجيال القريبه جدا كان في روي كوستا، كان في لويس فيجو، لكن لم تستطع البرتغال رغم وجود عدد كبير من الاسماء المحترمه انها تحقق البطوله دي الا في النسخه الاخيره على ايد طبعا كريستيانو رونالدو ورفاقه. هل يستطيعوا ان هم يحافظوا على اللقب؟ وايه فرص البرتغال في التتويج ببطولة يورو 2020؟ هيكون معانا خورخي سيلاس، طبعا زي ما قلت لحضراتكم واحد من نجوم المنتخب البرتغالي وكان المدير الفني السابق لفريق سبورتنج لشبونة، هيكون معانا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية اهلا بيك معانا وبرحب بيك على شاشة النادي الاهلي. Hello. Good afternoon. How are you? مساء الخير، كيف حالكم؟ اهلا بيك. يعني بداية خليني اكلمك عن افتتاح البطولة بالأمس، ازاي شفت حفل الافتتاح ورأيك في استضافة 11 مدينة في مختلف أنحاء أوروبا للبطولة؟ حسنا، أعتقد أن التنظيم كان جديدا علينا لأن العديد من المدن تنظم البطولة. بعض الناس يرون أن هذه ليست بميزة على الإطلاق، فلذلك وبناء عليه يوجد الكثير من المنتخبات القوية كألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وهذا من المهم جدا لهذه البطولة. وكما رأينا أن المنتخب الإيطالي بالأمس فاز ب3 أهداف مقابل لا شيء. هذا المنتخب يعد من أقوى المنتخبات في هذه البطولة، ويعتبر هذه ميزة أن يلعبوا في على أرضهم. ولذلك حتى الآن الشكل العام جيد جدا، وأعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد فترة قادمة. رغم امتلاك البرتغال لعدد كبير من أو أجيال متعددة الحقيقة تحمل أسماء على أعلى مستوى، إلا أنها لم تنجح في الفوز ببطولة اليورو إلا في نسختها الأخيرة. من وجهة نظرك إيه هو السبب في ده؟ حسنا، لدينا دولة صغيرة نوعا ما، نحن فقط 10 ملايين مواطن. The population that we have, I think that it is very big thing winning one. الخليط الصغير الذي لدينا يعتبر شيء كبير. In the finals before. لأننا لم نتأهل لنهائيات، لم نتأهل لنهائي بطولات من قبل. لذلك. So this is very very important for. هذا مهم جدا وعامل كبير جدا. Big evolution. So is what I tell you. If you see another country. لذلك إذا أردت أن أخبرك، فسأتكلم إذا كان لدينا دولة أكبر، وإذا كان لدينا خليط أكبر من اللاعبين. Most of the strongest players, most of the strongest coaches. فسيكون لدينا عدد أكبر من اللاعبين الأقوياء والمدربين ذوي الخبرات. I think that is. لذلك صغر الدولة وصغر الخليط من يورو is very important. والتعدد من اللاعبين عامل أساسي. Is not bad. Is really good for the size that we have like a country. وهذا حتى الآن يعد شيء جيد بالنسبة لمنتخب البرتغال. هل في اختلاف كبير بين كتيبة البرتغال اللي بتشارك في اليورو 2020 عن الكتيبة اللي فازت باللقب في النسخة الأخيرة؟ It's not so big. It's not so big. Most. لا يوجد اختلاف كبير. Most of the players they are. معظم اللاعبين شاركوا بالفعل مع منتخب البرتغال في النسخة السابقة، ولدينا أيضا العديد من اللاعبين الشباب. They are not there now, but they have a big quality, and they will. لم يشاركوا الآن، ولكن لديهم خامة جيدة. One team that I think that we can also.
fight for. وأعتقد أن فريقنا قادرا على المنافسة على اللقب مرة أخرى. نعم هو أمر صعب على الفريق. لذلك أننا لدينا منتخبان قويان جدا في المجموعة منتخب ألمانيا، لكننا نستطيع أن نقاتل ونستطيع أن ننافس على اللقب. حتى لو كان كانت ألمانيا تلعب على أرضها، لكن بما أننا حامل اللقب فبالتالي سنقاتل على اللقب مرة أخرى بالطبع. المجموعة اللي وقعت فيها البرتغال وصفت بأنها المجموعة النارية، هل ترى أنه المنتخب البرتغالي يملك حظوظ التأهل للأدوار التالية، ولا من الممكن أو أنه سيناريو الخروج المبكر ممكن يكون سيناريو وارد؟ I think that the first game is very important. أعتقد أن أول مباراة هي أهم مباراة، فإذا فزنا أمام المجر فلدينا فرص كبيرة جدا، لأن واحدة من فريقين الآخرين فرنسا وألمانيا، المباراة للضم ستكون صعبة، فلذلك أهم مباراة بالنسبة لنا هي مباراة المجر. فأعتقد إذا فزنا بها نستطيع أن نصعد ونتأهل كأول أو ثاني المجموعة. البعض بيرى أنه سبب الفوز الرئيسي أو سبب التتويج الرئيسي للبرتغال هي وجود كريستيانو رونالدو في قمة مستواه وقمة عطائه، هل ترى أنه تتويج البرتغال مرتبط دايما بالحالة أو الجاهزية اللي عليها النجم كريستيانو رونالدو، ولا مش بالضرورة وأنه في عناصر أخرى تدعم فكرة التتويج والفوز بالبطولة؟ Of course that Cristiano Ronaldo is the main item, but بالطبع أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو أهم عامل في الفريق. In Euro 2016, وأعتقد أنه كان لاعب أساسي مهم جدا في بطولة اليورو السابقة. لكن بالطبع لدينا فريق قوي جدا ولاعبين آخرين أقوياء جدا. برونو فرنانديز، ولدينا لاعبين آخرين ممثلين، فبالتالي ولدينا روبن دياز في مانشستر سيتي، فبالتالي أعتقد بالفعل أن رونالدو مهم جدا، ولكن ليس وحده، وأعتقد أن هناك لدينا لاعبين آخرين أقوياء جدا يستطيعون أن يساعدون منتخبهم على الفوز بالبطولة. وكما قلت كريستيانو رونالدو من اللاعبين المهمين جدا، لكن بالطبع لدينا فريق قوي جدا. يعني أعتقد أنه كمان واحد من أهم الأسماء التي لم تذكرها هو جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد اللي أعتقد قدم موسم أكثر من رائع، وأعتقد ممكن يكون صاحب بصمة مع المنتخب البرتغالي. أعتقد أن الجميع مهم جدا للفريق، وحتى الآن لم يقدم جواو فيليكس ما ننتظره منه، but is just starting. ولكن على ما اعتقد انها مجرد البدايه، هو امامه مستقبل وسيكون مفيد جدا للفريق القومي. لكن لو سالتني عن اللاعبين المهمين بعد رونالدو، ساقول برونو فرنانديز ولن ارشح جواو فيليكس. بالطبع جواو فيليكس مهم جدا، لكن برونو فرنانديز سيكون اهم. واستطيع ان اعدد اللاعبين الكثيرين مثل جواو، لكنهم لا يزالوا في البدايه. مين الفرق من وجهة نظرك، يعني إذا كان للبرتغال التأهل عن مجموعتها، مين الفرق اللي ممكن تنافس المنتخب البرتغالي بوصفه حامل اللقب على التتويج ببطولة يورو 2020؟ Of course, France, Germany, and Spain. بالطبع فرنسا وألمانيا. France, Germany, and Spain are the. وأسبانيا سيكونون منتخبات قوية جدا ومرشحين أقوياء جدا على اللقب. وبعد البرتغال أرشح إيطاليا وإنجلترا أيضا. ألمانيا تلعب على أرضها، تلعب وسط جمهورها.
وإيطاليا وإيطاليا بالطبع وإنجلترا بطبيعة الحال. The semi-final and final if they arrive there. So it is. والنهائي وقبل النهائي سيكون على الأرضين، فبالتالي هذه الدول الست ستكون أقوى المنافسين على اللقب. The winner can be one of these six. والفائز بالبطولة سيكون مؤكدا واحدا من هذه الستة. من وجهة نظرك الشخصية، من اللاعبين اللي بتنتظر تألقهم في البطولة أو اللي أنت على الأقل هتكون حريص على متابعتهم؟ I will follow most of them. Of course, سأتابع معظم اللاعبين خصوصا اللاعبين البرتغاليين. Are waiting for see Phil Foden. Phil Foden is one of. وخصوصا فيل فودن في منتخب إنجلترا سيكون من أبرز اللاعبين. Mbappe will be. وبالطبع كيليان إمبابي. A very, very strong player. لاعب قوي جدا ومميز جدا. If he can. يجب أن نشاهده بالطبع. This level that everybody are speaking. اللاعب الذي يصل لهذا المستوى الذي يتحدث عنه الجميع، فبالطبع يجب مشاهدته. Even more players like Cam. يوجد كثير من اللاعبين في انجلترا، ميسن ماونت وكين، لديهم 4 أو 5 لاعبين اقوياء جدا، ننتظر منهم شيء مختلف في هذه البطوله. وكذلك برونو فرنانديز لاعب قوي جدا وقدم موسم مميز مع مانشستر يونايتد. الناس تنتظر الكثير منهم في هذه البطوله. خورخي سيلاس نجم منتخب البرتغال والمدرب السابق لفريق سبورتنج لشبونه، بشكرك على وجودك معنا على شاشة الأهلي في السادسة، وطبعا كل التوفيق للمنتخب البرتغالي في يورو 2020. متواصلين مع حضراتكم في السادسة بس بعد الفاصل.